ازيكم؟ ورجعنا تاني لفيديوهات الجولات اللي بتحبوها. وفي الفيديو النهاردة هيكون من داخل أباني للأساس بمناسبة العروض الكبيرة اللي عاملها واللي بتصل 50%. والجولة في أباني للأساس فرع سموحة شارع فوزي معاذ. وفرع سموحة ده من أكبر وأهم الفروع في اسكندرية لأباني. الفيديو معروض فيه كل الأسعار بعد الخصم. وفي الحقيقة الجولة في أباني بتبقى ممتعة لأن عندهم كل حاجة ممكن تفكري فيها أو تفكر فيها، من أساس لمفروشات للسجاد، ستاير، النجف، الإضاءات الكلاسيك والمودرن والسيمي كلاسيك، كمان الأكسسوريز للحوائط من براويز وأبليكات ومرايات، إلى جانب بقى الترابيزات، ترابيزات الوسط، ترابيزات الجنب، الريكلاينر، الكنب، الركنة، كل حاجة بتفكري فيها هتلاقيها عند أباني للأساس. وكمان لو ما لقيتيش الحاجة في الفرع اللي ممكن يكون في مدينتك أو في محافظتك، بتطلبيها أونلاين وبتتوفر لك في الفرع اللي جنبك. هو فروعه كتيرة. من الجولات اللي أنا بحبها جدا جولات أباني، لأن بتديكي فكرة عن إزاي تعملي ديكور متكامل لأوضة عندك أو لركن عندك، وبيحطلك الأكسسوريز المناسبة ليها. الفيديو النهاردة فيه كل الأسعار بعد الخصم. أتمنى أن الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو من فضلك تحطي له لايك، وأسمع أرائكم في الكومنتات. أباني فروع كتيرة في كل محافظات مصر، وكل محافظة فيها أكتر من فرع، في محافظات فيها أكتر من فرع، فإن شاء الله تلاقي الحاجة اللي بتفكري فيها. فأتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله، ويا رب الفيديو يعجب.